وفي كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان أقيم قداس احتفالي بمناسبة عيد الرحمة الإلهية. وفي عظة القداس الذي ترأسه راعي الكنيسة الأب وسام منصور، أشار قدسه إلى أن عيد الرحمة الإلهية هو تمجيد لإحدى صفات الله التي لا يمكن لعقلنا البشري المحدود استيعابها، حيث اختار الرب يسوع الأحد الأول بعد عيد الفصح المجيد للاحتفال بعيد الرحمة، لأن هناك علاقة وثيقة بين سر مغفرة الخطايا في عيد الفصح وسر الرحمة الإلهية. وأضاف الأب منصور قائلاً: أحد الرحمة وظهورات السيد المسيح للقديسة فاوستينا هي تثبيت لهذه الحقيقة الإلهية، إنه في موتي وقيامتي انتصارك، في موتي وقيامتي قوتك، والدم والماء اللي جرى من جنب المسيح هو رمز لكل النعم ولكل العطايا الإلهية اللي نحن بحاجة لها، واللي هي سند ضعفنا، سند شكنا، سند ترددنا، حتى نتغلب عليه ونعلن انتصار يسوع المسيح. فظهورات السيد المسيح للقديسة فاوستينا، واللي كانت بهاي الصورة اللي طلب بنفسه إنها تنطبع، وظهر من قلبه ومن جنبه المطعون شعاعين الأبيض والأحمر، رمز للماء والدم اللي فاضوا من قلبه بعد طعنة الجندي لإله في الحرب. والكنيسة بتذكرنا إنه كل ما احتفلنا يعني في كل بالصلاة الجاية: يا رب ينبوع الحكمة، اللهم ينبوع الرحمة، ساعدنا إنه ندرك دائما في أي ماء غسلتنا وبأي دم فدقتنا. فالمسيح من نفس الرموز ومن نفس المعاني اللي تفجرت على الصليب أراد إنه تبقى هاي الرحمة وهاي العلامات هي علامات انتصار إلى الأبد.